اختي انا والله بعتذر منك جدا يا اختي، عن جد تاخرت عليكي، بعتذر كثير على التاخير. مش مقبول حد وتدي بنتين ما بتعمل ايه، بصير من الساعه 9 ناطرتك، يعني صارت الساعه 12، شو عم تعمل كل هالوقت؟ ما تعطيني موعد مش قادر تجي عليه. حقك علي عبد الله، مش هيك ارجوكي ما تفهميني غلط، بس انا لقلك شو صار معي، انا اضطريت اروح على المدرسه مشان ابني مصباح لانه طلع صايد بصفه. ايه بس برحمه ابوي ما لحق عليه، لحق سلاح المقاومه. ايه نعم صعد بصفه من ورا سلاح المقاومه. معقول صعد من ورا سلاح المقاومه؟ اخ ولك لو حتى لو قطعت على المدرسه كلها بدها ساعه وقت، 3 ساعات بتتاخر عليه. لا معك حماه، شو صار؟ انا كنت باني شيء اني طالع برات المدرسه، دقوا لي قالوا لي بنتك، انا سمعت بنتك راحوا اجري سكسك يعني بيه. لا حرام، طلعت انه ممغوصه، طرت فيها الطوارئ. انتوا اعملوا لها فحوصات وصور وكل شيء، عملوا لها هيك. شو طلع بالصور والفحوصات؟ انه الحق على سلاح المقاومه. شو؟ شو هالحكي؟ يا اختي عم خبري بعدين شو صار. كنت باني شيء اني طالع من باب الطوارئ هيك دقت لي بعلتي زوجتي. ايه عمالي تبكي مرعوب قلبي، زعلانة على البنت. لا لا اخر همها، ما معها خبر هي اساسا عم تمشي. هي كانت هيك عم تبكي كثير، عم طلع شو اشبك شو اشبك، ليش عمالي تجهشي بالبكاء هيك؟ ايه قالت لي عمالي اجهش بالبكاء لانه الحلاق طلعوا لي حرق لي شعري. ايه كان عمالي يعملها هي بال عم يكوي لها هي بهذا الفير طلعوا له. ايه بس هي حلفت لي قالت لي برحمه ابوها انه ما لحق عليه الحق على سلاح المقاومه. لو انه هول ما بدهم 3 ساعات، بساعة واحدة كلهم بينعملوا. ايه مظبوط مظبوط يا اختي، عم ببلغ ريقي بس لخبرك. شو ايش بك انت ناطرتيني عم تقنصيني؟ لا يعني يا اختي ما عم بقول لك شو صار، انا جاي لعندك انت وقلبي عندك انه حرام هي المسكينة بتكون ناطرة وانا مأخر عليها، بس عجل صاير ما معقولة، ما بتفهم العجلة. انا كثير تضايقت، صرت طلع هيك اللي شفته لشرطي، تعال اقول لك تعال اقول لك، قرب قال لي شو ايش بك؟ قول لي. قلت له اخي ليه هالعجقة كليتها؟ قال لي الحق على سلاح المقاومة. عن لكن نحن هلا رح نطلق حمله، الشعب يريد اسقاط السلاح، ورح نبلش فيها من هاللحظه هيدي بالزيت. جيجي يريد اسقاط السلاح. ايوه جيجي يريد اسقاط السلاح.